إلا بغينا توجه رسالة لتصحيحي ما بدا لكم من اختلالات اللي كتشوفوا أنها ماضية وربما غتأثر على التنمية ككل ديال الجهة وغيأدي الثمن ديالها، تأدي الثمن ديالها طبعا الساكنة ديال الجهة. أولاً بغيت نقول على أنه أكادير هي عاصمة ديال الجهة، ويجب أن تلعب الدور ديال القاطرة، ويجب أن نقويها لأنه قوة ديال أكادير والإقليم ديال أكادير دوتنان. لما أتكلمت نتكلم على إقليم أكادير دوتنان، هو اللي غادي يكون يحل الشرايين لكل الأقاليم الأخرى بالجهة، وبالتالي يجب أننا ندعموا الاستثمارات الكبيرة كما هو الشأن بالنسبة للجهات الأخرى داخل المملكة. مسألة ديال كيف يمكن أننا تكون عندنا يعني واحد الرؤية تفاؤلية فيما يخص سنتان اللي جايين. أولا خصنا نكونوا صرحاء مع الساكنة ديال الجهة ونقولوا هل اللي دار وهل اللي ما دار. كاينة ضبابية كبيرة جدا اليوم على مجموعة ديال المشاريع اللي إلى حدود الساعة حتى على المستوى القانوني ديالها مازال ما تفكتش، وحنا كنسوقوها على أنها مشاريع سترى النور قريبا. كاين مسألة أخرى طبعا مطلوب من الأغلبية، مطلوب من الأغلبية، حنا الدور ديالنا المراقبة والمساءلة. حنا لما كنا كنسيرو راه كنت كنسير قطاع ديال الصناعة التقليدية، سير سول من تنغير حتى لمسوان، ما خليت حتى بلاصة تما، وهذا أزعجهم الذين أتوا من بعد وداروا كل ما أوتيو من قوة بأنه نتبعدوا من أننا نخذوا ولو لجنة باش نعاونوا على الأقل هذه الجهة هذه. ولكن ما كاين المشكل، حنا نؤمن بالديمقراطية والديمقراطية صناديق الاختراع تكلمت، وحنا في الموقع ديالنا ولا نخجل من مكان، بل تنأديو يعني العمل ديالنا بكل تفاني، ولم نتأخر ولو مرة واحدة لا في اللجان ولا في الدورات ديالنا. المسألة الثانية وهو أنه نكونوا كنترافعوا على الجهة من موقع القوة وليس من موقع التابع، بحيث أنه ما يمكنش لينا حنا نسدو كل الثغرات اللي كيخليوني لنا الآخرين. حنايا راه ولينا كنرصدوا أموال كبيرة جدا للمشاريع واللي هي مجمدة، وكان اليوم كتعرفوا بأنه صندوق ديال اليوم في الخزينة في يعني في لا تريزوري العدد راه عندنا 17 مليار اونص ديال الفلوس ديال الجهه غير في الخزينه جالسين مستوكيين تما، وعندنا مشكل ديال الماء، وعندنا مشكل ديال الضوء، وعندنا مشكل ديال التعليم، وعندنا مشكل ديال الصحه. هادو مسائل اللي هي عندها علاقه بالحياه ديال المواطنين ديال 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 الجهه. كيف يعقل انه جهه اللي تتدحرج على مستوى المراتب ديالها والمؤشرات ديال التنمية كلها سالبة، وعندها 17 مليار ونص ليسا، وكنجيو كنمشيو كنقترضوا بأعلى الفوائد في الفاك ب 16 و 17%، واللي كتطلع النسب ديالها اليوم ما عرفتي شحال كنخلصوا حنايا بالنسبة للنسب ديال القروض، لأن كنخلصوا مليار و 100 مليون ديال القروض هذا سنويا، يعني سنويا. هذا يعني بأنه حنا ما كانش عندنا قدرة ديال أننا نستوعب كل الآراء، وما كانش عندنا قدرة ديال إشراك الجميع في أننا نقدروا نزيدوا بهذا قدام، لأنه التنمية داخل الجهة اللي غادي يستفد منها هو غادي يستفدوا منها هاد الأجيال والأجيال اللي جاية. أما ما تعلق بمسائل اللي هي فقط رهينة ديال واحد المسألة مؤقتة اللي هي ديال الانتداب أو جوج أو ثلاثة، تنعتبر بأنه هو اللي غادي يدينا الفشل إذا لم نتجاوز هذا الرؤى الضيقة في تدبير المجال التنموي في الجهة، فسيكون الثمن غالي جدا لجهتين ولإقليم كإقليم أكادير. أستاذة مالكة، ماذا تقترحين باعتبار انتمائك للمعارضة والفريق حزب الأصالة والمعاصرة لجبر الضرر ديال السنوات اللي كتشوفوا في داخل الأغلبية، يعني مع الأغلبية في داخل المجلس؟ الاقتراح اللي كنقترحه هو واضح وكيعرفوا الجميع، هو أن ناخذ بعين الاعتبار هذه الأرضية الخصبة اللي كاينة عند الجهة طبيعيا وتاريخيا، ومع على مستوى الموارد البشرية كاينين مجموعة، كاينة أرضية خصبة جدا، وكاين برنامج تنموي برورناه رؤية ورناه. إذا هاد الأرضية وضفناها نظريا
نفرض انه عمليا نزلوها للتنفيذ ولا غير. اما الاختباء وراء اكراهات من قبيل ضعف الموارد الى غير ذلك، راه كلها تبين بانه ما صحيحاش، لان حتى الانفتاح على القروض متاحه من الناحيه القانونيه. اذا بالتالي حنا هذاك الصوره، هذاك الرؤيه للتبلورات لا نطالب باقل من انها تنزل عمليا وتمويل المواكبه ديالها. يعني حنا دابا ملي كنا كننظروا ما كانش عندنا اشكال، كنا في وضع مريح وكنا عارفين، وبالعكس كنقولوا عندنا ما نوظفوا، عندنا البحر، عندنا الجبال، عندنا الطبيعه، هادشي كلشي وفعلا خرجنا به برؤيه. ولكن في التنزيل كاين اشكال، اذا ما كايناش الاراده. اذا انا اقترح ان تكون هناك اراده، لان الاراده ولات ضعيفه. لماذا؟ الدوافع لا نعرف. هل هناك تصدع داخل الاغلبيه وبالتالي ويعرقلون بعضهم البعض؟ راه هذا احتمال وارد، لان التفسير حتى التفسير يصعب التفسير. ها انت كتقول عندك برنامج، ها انت كتقول كدير الاليات من خلال شراكات واتفاقيات، ولكن ملي كنجيو لما تنفيذوه ما كنلقاو والو. اذا حنا بالعكس راه كنطلبوا الاجابه على هذا التساؤل، اين الخلل؟ في حين اننا سندناكم في هذا الشيء، واش نتوما تضعون الاكراهات لبعضكم البعض وما كاينش؟ لان التفسير الوحيد هو ان ما كاينش هناك تنسيق وما كاينش هناك انسجام اللي كيخلي ان السير العادي الامور تمشي وتكون تمشي بشكل سلس، لان البرنامج كاين، الاتفاقيات توقعات، اذا ولكن النتيجه الحصيله من اللي كنوصلوا لها حنا ما كنلقاوهاش. وهذا هو الدور ديالنا حنا في هذه المرحله بالسنه الرابعه، ما يمكنش نستمروا اننا ندعموا دائما التخطيطات والبرامج والتنظيرات، ولكن مستعدين فقط اعطيونا انه تقييم تنزيل ما تم دعمه، وحنا معكم في مزيد من